ساره طبعا يعني بطوله غاليه اكيد يعني. اه غاليه قوي. غاليه قوي. الدرع بصي ما شاء الله منور يعني. قول لنا كده يعني عن الجهاز الفني وازاي كان بيتعامل معاكم، وكمان الاداره في نادي الشمس برضو بتوفر لكم ايه؟ الكابتن مثلا كان بيتعامل معانا لا بصراحه بطريقه كويسه جدا يعني. كابتن ايهاب كان دايما بيشجعنا، دايما احنا هنكسب الماتش اللي جاي ده، دايما اتمرنوا عشان تكسبوا. لا بصراحه الكابتن كانت عامله اللي عليها معانا. الاداره برضو عامله اللي عليها بصراحه قوي معانا بزياده يعني بصراحه. تشجيعاتهم لينا، بيجوا كل الماتشات يتفرجوا. طبعا لما خدنا مكافئات كل الكلام ده. دايما الناس بتقول ان يعني الرياضات الاخرى اللي هي بعيدة عن كره القدم يعني، وبالاخص كمان لو رايحه للسيدات، بتبقى فيها المكافئات اقل شويه، ممكن المنح بتكون مش موجوده، وخلافه طبعا من الاقاويل دي. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا صح. يا ساره وانت واخدين بطوله يعني. لا صح طبعا يعني، طبعا بتختلف البنات عن الولاد في عقود، في مكافئات، في كل حاجه. شويه طبعا كتير. شويه كتير. اخدت طيب المكافاه بتاعت الدرع؟ اه اخدناها الحمد لله. اخدناها. طب مش عايزين رقم ثابت، بس يعني عايزين نعرف برضو يعني انتوا رايحين في اي اتجاه يعني، من في اي منطقه يعني، من كام لكام؟ حضرتك قصدك على المكافأة؟ يعني ممكن من 10 ل 20. والعقود؟ لا العقود ما فيش عقود يعني، المفروض بناخد قبض شهري بس. المفروض ان الدنيا هتختلف بعد ما خدنا الدوري يعني. كلام رئيس النادي معانا ان هو كل حاجه هتختلف. بس على ما اعتقد برضو يا ملك يعني النادي الاهلي عامل عقود برضو لبعض اللاعبين، هل الفكرة دي برضه هتعمم بالنسبة للسيدات في النوادي الأخرى؟ هو بالنسبة للنوادي التانية أنا معرفش الصراحة، بس بالنسبة لنادي الشمس زي ما كابتن سارة قالت إن إحنا المفروض هتختلف يعني بكتير قوي يعني. يعني المفروض إن شاء الله. هي المفروض إن شاء الله. هي كفاية إن برضه يعني العامل النفسي مهم جدا ومعنوي، إن أنتوا يعني كسبتوا النادي الأهلي وكمان أغلبية الفرق الموجودة في الدوري العمومي. طبعا دي في الآخر حاجة يعني تتحسب لكم. مش لازم كل حاجه تبقى ماديات، اه بس يعني في الاخر برضه انتوا عملتوا تاريخ يعني. هو الصراحه كابتن اسامه من ساعه حتى من قبل كورونا كان واقف جنبنا الصراحه، ما بيتاخرش علينا خالص. و صراحه يعني في حوار القبض بالذات والماديات برضه كان بيقف جنبنا جدا، بسبب ان احنا لما نكسب الاهلي او نادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا، فان احنا بنكسبه ده حاجه كويسه يعني. خلي بالك برضه هو الموضوع صعب جدا لاي مجلس اداره لما يكون عنده اكتر من لعبه موجوده عنده في النادي بتاعه وفيها اكتر من لاعب يعني، وما عندوش دعم او ما عندوش اللي هو الراعي يعني. فطبعا هنا بيبقى الموضوع ممكن بيبقى صعب شويه. اهم حاجه حققت البطوله.